خد يا حاج ابراهيم ابو عبد المقصود اهو. ما انا عايز كمان اقول لك رد على التليفون قول له بتجوز بس التورام. صباح الورد صباح الفل احمد وملك صباح العسل. ما تعرف ليه بعتته وخلاص؟ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بس من وصل يا جماعة وما شاء الله وصل عدد كبير بس للأسف دي غالي شوية بس بس وصل اهو. السمان اهو السمان بثلاثة جنيه وربع. اما اوريكم السمان بس الاول الفص وتصلوا على النبي كده ماشي. تعالى كده يا ام السعد تعالى يا ام السعد عشان ما تظهرش في الكاميرا. صلى على النبي كده ما شاء الله. 3000 سمنة هم من موجودين اهو. اجت برضه خلاص. حسين بيقول ما تجيبنيش في الكاميرا عشان ياخدوا الحاجه ويروحوا يقولوا للناس انا مش عارف ايه ويقعد بيكذب عنا. الابيض اهو بسم الله ما شاء الله اهو اهو عامل ازاي؟ الابيض ب 10 جنيه ونص. ابيض النهارده ب 10 جنيه ونص اهون. والسمان ب 3 وربع. والشاشة اهو الشاشة عامل ازاي؟ بيفوت ولا كان عمر 10 ايام. يا حاج صباح الفل الحمد لله جبت حاجتك يلا ده في يوم 3 ونص والساس ب 6 جنيه. وده بلدي بلد عامل ازاي؟ صلى على رسول الله. الله ما شاء الله ما شاء الله.